السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة وفي أفضل الأحوال، اللهم أمين يا رب العالمين. إخوانا الله يبارك في الجميع، هنتكلم بإذن الرحمن في الدرس ده أو في النصائح ديت عن إزاي النحال يعرف إن الملكة ديت ملكة النحل اللي في الخلية جيدة ولا سيئة، تمام، ويعرفها إزاي. طبعا هيكون ربما يكون فيديو مختصر برضو، الفيديو دوت ان شاء الله هيتابعه فيديو اخر هنتكلم في الفيديو اللي بعد دوت ان شاء الرحمن عن استغلال النحال لتبديل الملكات السيئة في التوقيت اللي احنا فيه نهاية شهر مايو والشهر السادس بإذن الله. فطبعا نتمنى اللي يستمع للفيديو ده يتابع الفيديو القادم، لان الاتنين نقدر نقول مرتبطين ببعض، تمام. طبعا نتمنى ان الاخوان اللي ما اشتركوش معانا في القناه اللي هي القناه البديله ديت يشتركوا معانا، لعل ان شاء الله لو نزل اي فيديو يوصل له اشعار ان شاء الرحمن. طيب بالنسبه للموضوع بتاع اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو ان شاء الله الدرس السابع، ازاي ان هيعرف ان الملكه ديت ممتازه او ملكه جيده وبالتالي يديها حقها كملكه داخل الخليه ولا يتخلص منها. اولا هنبتديها بخطوات بسيطة، وهي من أول ما الملكة تطلع من البيت الملكي، تمام. الملكة لما تيجي تطلع من البيت الملكي، في بعض الإخوة النحالين يقول لك الملكة صغيرة في الحجم، ما تبصش للحجم، تمام. أنا بكلمك على نصائح مش قريها في كتاب ولا دارسها في كتب، لا، أنا بكلمك شيء اشتغلناه في المناحل سواء داخل مصر أو داخل المملكة العربية السعودية، تمام. فما تبصش للملكة اللي طالعة من البيت الملكي ان هي صغيرة في الحجم او كبيرة في الحجم وتحكم على ان دي ملكة ممتازة، لا، تمام. اول حاجة الملكة العذراء اللي خارجة من البيت الملكي ما تبصش لشكلها. طب امال ابص على ايه؟ على الملكة اللي خارجة من البيت الملكي ابص على ايه واحكم؟ بص شوف الملكة اللي خارجة من البيت الملكي دي فيها تشوه، تمام، فيها اي تشوه في الاجنحة؟ لو فيها اي تشوه من الاجنحة اتخلص منها. ليه؟ لانها عذراء، صعب ان هي تخرج تتلقح وهي عندها مشاكل في الاجنحة او عندها مثلا بعض اعاقة في ارجلها بسبب مثلا النحل او مشابه ذلك، فبالتالي انا كنحال ما انتظرش عليها، لا، انا اتخلص منها من البداية قبل ما اعمل اي تقسيمة من تقسيمات داخل المنحل اتخلص منها، تمام. ودي اول خطوة ان انا اختار ملكات ممتازة من عند مرحلة الملكة ما تكون عذراء. طيب ايه تاني؟ ايه تاني ان انا ممكن اقدر احكم عليه؟ تمام، لو الملكة نقدر نقول حركتها، خلي بالك انا نزلت الملكات العذارة على التقسيمات، تمام، ومن ثم افرقت على الملكة العذراء بعد مثلا مرور 24 ساعة او 48 ساعة. لو انا جيت افحص الخلية ولقيت ان الملكة العذراء ديت الحركة بتاعتها بطيئة على البرواز او مش قادرة تمشي او فيها مشكلة، نصيحة مني برضو اتخلص منها. طيب ايه تاني خطوة نقدر نقوم يعني الملكة دي تدل ان هي ملكة سيئة؟ لو ملكة اتأخرت عندك عن 15 يوم ما تلقحتش، يعني انا نزلت الملكة يوم واحد في الشهر وجه عندي تاريخ 15 والملكة ما خرجتش اتلقحت وعندي تقسيمات اخرى داخل المنحل وفي نفس التوقيت وتم تلقيح الملكات دي، انتظر عليها؟ لا، ما تنتظرش، اتخلص كذلك من الملكة دي، لان الملكة دي ربما يكون عندها مشاكل، تمام، وبالتالي ما خرجتش للتلقيح. لابد ناخد الخطوات دي بعين الاعتبار، تمام. طبعا اخ النحال بيستمع ليا، والله انا بكلمك بصدق وبصراحة، لو انت مثلا ما انتش عاجبك الكلام او بتقول لا او ما شابه ذلك انت حر، تمام. انا بكلمك على شيء والله ممكن في ناس انا اعرفهم والله على ما اقول شهيد جلسوا الملكة العذراء 40 يوم في الخلية وهو متخيل ان هي تخرج للتلقيح. طب ايه كانت النتيجة؟ ما خرجتش للتلقيح، وضعت بيض نتج عن البيض دوت ذكور لانه بيض غير مخصب، تمام، والخلية من ثم انهارت التقسيمة اللي كان عاملها، تمام. فانا كرجل نحال لابد ان انا نقدر نقول ايه، اشغل دماغي او اشغل عقلي، تمام، واستغل الوقت عشان ما اعش في اي مشكله، عشان ما اخسرش. كل الحاجات ديت لابد ناخدها بعين الاعتبار، تمام. فاتمنى يكون الجزئيه ديت واصله للاخوه النحالين. طيب انا نزلت الملكه العذراء
ملك العذراء ما شاء الله تبارك الله، نقدر نقول في خلال مثلا 3 أو 4 أيام أو 5 أيام أو أسبوع خرجت للتلقيح، من ثم عادت الملكة داخل الخلية ووضعت البيض. في خطوات تانية أقدر أحكم عليها. نعم، إيه هي بعد ما ترجع الملكة وتضع البيض؟ ده اللي هنتكلم فيه، ودوت نقدر نقول برضو الأساس اللي يبين إن الملكة دي جيدة ولا لأ. من أول الخطوات المهمة اللي أنا أحكم بيها على الملكة بعد التلقيح، وهي الجيل الثاني. خلي بال الإخوة اللي أنا أتكلم فيه، الجيل الثاني يعني إيه الكلام دوت؟ عشان برضو نشرح بصورة مبسطة للمبتدئ اللي بيستمع ليه. الجيل اللي أنا أقصده، تمام، اللي هو خروج حضنة داخل الخلية جلست 21 يوم من عمر البيضة لحد ما خرجت نحلة أو حشرة كاملة، بتجلس 21 يوم، ده يعتبر جيل، تمام. فأصبح إن الجيل الأول أنا محكومش عليه كرجل نحال. ليه؟ لأن دايما في الغالب الجيل الأول ممكن نقدر نقول بتكون الملكة بعد عودتها من التلقيح البيض بتاعها مش منتظم، ممكن تضع في العين الثلاثية أكتر من بيضة، ممكن مثلا تقعد 10 أيام بيضها مش منتظم ومن ثم تنتظم مرة أخرى. فأصبح إن أنا الجيل الأول محكومش عليه، تمام. بعد مرور 21 يوم اللي هو الجيل الأول، من أول ما الملكة تضع البيض 21 يوم خروج الجيل الأول ده، ما أحكمش عليه، أحكم من بداية الجيل الثاني. الجيل الثاني أشوف الملكة وضعها في البيض داخل الخلية هل منتظم؟ هل الأمور ممتازة؟ تمام؟ هل حضنة الملكة أو الحضنة بتاعت الملكة اللي هي الشغالات الحضنة المغلقة منتظمة؟ ولا فيه نقدر نقول حضنة مبعثرة، في وضع للبيض للملكة مش منتظم، فيه مشاكل من دي كلها مهمة، تمام. أشوف الملكة طبعا لابد أن أكون ضغط الخلية ومدي حق الملكة وأحكم على الملكة في وقت نشاط، ما تجيش تحكم على ملكة في وقت شح، وقت شح مرعى ما تحكمش على الملكة، تمام. أصبح أن أنا شفت لقيت أن الملكة ما شاء الله أقدر أقول أن الحضنة بتاعتها ممتازة، تمام. لقيت ان الشغالات بتاعه الملكه ديت نقدر نقول فيها طابع الهدوء، دي ممتازه، تمام. طب واحد بيستمع ليه بيقول ان النحله عندنا في شمال افريقيا سواء الجزائر او المغرب او تونس او حتى بلدان الشام النحل السوري شرس؟ خلاص انت بتتكلم ان نحلك شرس، انا اتكلم على البلدان مثلا اللي النحل بتاعها معروف فيه طابع الهدوء زي الخليج، المملكه العربيه السعوديه، زي اليمن، زي مثلا مصر، بعض البلدان في نحلها هادئ، تمام. اصبح لما يجي عنده ملكة داخل المنحل تطلع بتحمل سلوك الشراسة، هو مش عاوزها عنده، تمام. فانا اتمنى طبعا ان حل يستمع ليا، اللي يلاقيه مناسب لبلده بياخده، واللي مش مناسب، تمام، بسبب مثلا ظروف معينة في السلالات او سلوك في السلالة، ده شيء اخر، عشان بس يكون الكلام واضح، تمام. تاني حاجة، صروح الشغالات اللي هي ناتجة او اللي هي اللي نقدر نقول طالعة من الملكة، صروحها يكون صروح مبكر، تمام. نقدر نقول الخلية عندها القدرة على الدفاع، نقدر نقول على الخلية نفسها سواء اي عدو داخل، دي كلها حاجات مميزة، خلي بال الجميع، تمام. طب ليه انا بحكي دايما على الشغالات؟ لان الشغالات ديت هي اللي حاملة الصفات، تمام، سواء بتاعة الملكة اللي داخل الخلية او الذكور اللي تم تلقيح الملكة منها. ولكن احنا حديثنا دلوقتي على الملكة، فدايما نحكم على الملك، تمام. طب في حاجة تانية مهمة، نعم في حاجة تانية مهمة، وانا بعتبرها من اهم الامور اللي لابد النحال يحكم على الملكة بيها. ايه هي؟ سلوك التنظيف داخل الخلية. بمعنى ارضية الخلية، احنا دايما نلاحظ كده كاخوة نحالين، واتمنى الاخوة تعلق لي في الجزئية دي بالاخص، بنلاقي ان في بعض الخلايا في المنحل أرضية الخلية ما شاء الله تبارك الله نظيفة جدا جدا، ممتازة جدا. طب ده بيرجع ليه؟ بيرجع للشغالات، ان هي بتخرج اي فضلات في أرضية الخلية، سواء فتات شمع، سواء اي امر ما في أرضية الخلية، الشغالات بتنظفه. اصبح الشغالات ديت عندها سلوك التنظيف جيد جدا، ربما بيصل ل 97 او 98%، تمام. في خلايا اخرى بنلاقيها داخل المنحل، بنلاقي أرضية الخلية، يعني انا اسف في اللفظ، زبالة، تمام. طب ده يرجع لايه؟ يرجع لان برضو
سلوك الشغالات او صفات الشغالات اللي في الخليه ديت عندها سلوك النظافه او سلوك التنظيف سيء، تمام؟ وبالتالي لما يكون ارضيه الخليه فيها مشاكل او النحل دوت ما عندوش سلوك التنظيف هيحدث له مشاكل، خلي بالك جميع، سواء عسه شمع داخل الخليه، سواء هيجي لي فيما بعد امراض في الحضنه، وده هنلاحظه دايما، تمام؟ فانا دايما اركز على الخلايا او الملكات اللي هي بتحمل سلوك التنظيف، ومن ثم الشغالات بتاعتها عندها السلوك دي، ده امر لابد اخده بعين الاعتبار، تمام؟ دي طبعا جزئيات كلها، او نقدر نقول صفات كلها، ان حال نقدر نقول بيجمعها وبيشوف الافضل ايه وبالتالي بيخليه عنده، تمام؟ طب ايه تاني؟ لما اجي اخش موسم عسل، تمام؟ طبعا احنا بنحاول ناخد الخطوات من البدايه، من اول الجيل الثاني من الحضنه لحد ما بنطلع على مواسم العسل، تمام؟ فاصبح اللي بيلاقي امر سيء او اي خلل من البدايه اكيد في اقرب فرصه عنده ملكات عذاره بيغير الملكات دي، تمام؟ لما اجي اخش موسم عسل اشوف الخليه ديت هل جماعه العسل، تمام؟ ولا نقدر نقول الشغالات بتاعتها سيئه وملكه نقدر نقول حضانه او بتحضن اكتر من ان هي تجمع عسل، تمام؟ ولكن لما اجي احكم على الشيء ده ما اظلمش الملكه. بمعنى ايه؟ معنى عندي ما شاء الله المرعى ممتاز، عندي 10 خلايا في المنحل، تمام؟ جمع في المنحل او تم تجميع عسل في 9 خلايا، وفي خليه سيئه في جمع العسل، اشوف الخليه السيئه ديت فيها جيش من النحل. نعم فيها جيش من النحل، بس الشغالات بتضع، الشغالات نقدر نقول ما بتجمعش عسل بالكميه الكامله، وبتجمع مثلا حبوب لقاح، تمام؟ ومن ثم الملكه بتضع بيض والخليه محضنه تحضين جامد، اصبح ان الخليه دي مش عساله، او الملكه دي مش عساله، تمام؟ اتمنى يكون النحال واصل ان يتكلم في ايه. ففي الحاله ديت لا اما النحال مثلا حب يتخلص من ملكه ويغيرها، او ان هو يستغل خليه زي ديت بتجمع كميات كبيره من حبوب اللقاح وعندها الصفه ديت، ان هو يركب لها مصايد ويستفيد منها. طبعا ده يرجع للاخ النحال اللي بي ايه اللي شغال وحسب العمل بتاعه ايه. في خلايا تانيه او في ملكات تانيه، تمام، بنلاقي ان ما شاء الله نقدر نقول عندها صفات في جمع البروبليس او العقبر بكميات كبيره، تمام؟ واحد بيستمع ليا بيقول لي ما هو بيجي في فصل الخريف النحل كله بيجمع بروبليس او عقبر، اقول له يا اخي في بعض الخلايا مميزه بتجمع كميات اكبر، بتفتح الخليه ما بتشوفش ظهر البراويز او ظهر الاطارات من الاعلى، ما بتشوفش شكلها من اللون الاسمر بتاع البروبليس اللي النحل مجمعه، تمام؟ فدي كلها اللي انا اتكلم فيه، ده كله بيبين الملكه ديت عامله ايه، تمام؟ الامر الاخر، وحط الجزئيه ديت في الاخوان بعين الاعتبار، لما اجي اشيل برواز النحل من الخليه وافحص البرواز او الاطار او الكادر، لما اجي افحصه يكون النحل مستقر على الكادر او مستقر على البرواز. في ساعات خلايا بنفتحها بنبص نلاقي النحل هاج ونزل كله في ارضيه الخليه وحصل فيه مشاكل، الخليه متوتره، دي بالمناسبه ديت صفه مش كويسه، تمام؟ المفروض النحل بيكون مستقر على البرواز، افحص البرواز في الجهه اليمين او الجهه اليسار وانزل برواز الخليه والنحل مستقر، بس ما اجيش انا كنحال افتح الخليه وادخن تدخين كتير وارزع البرواز في الخليه واجي اقول النحل مش مستقر. لا، انا اتكلم على نحال عارف بيشتغل ازاي، بيفحص الخليه ازاي، تمام؟ فبالتالي لقى ان في حركه مش مظبوطه في الخليه دي دايما باستمرار. النحل اول ما بقى افتح الخليه بيسيب البرواز كله وينزل في ارضيه الخليه، هنا في مشكله. تمام؟ ده كله نتمنى الاخوه كلها تاخده بعين الاعتبار. طيب لو واحد جه قال لي اخويا محمد انا لقيت مثلا عامل تقسيمات 15 تقسيمه فرضا، وال 15 ملكه عذرة دولت انا حسيت ان في منهم 10 ملكات فقط هي اللي ممتازه وفيها الصفات اللي انت تكلمت عليها، وفي 5 ملكات مش كويسين معايا، تمام؟ بعد شهر، بعد 45 يوم حسيت ان هم مش مظبوطين معايا، اعمل ايه؟ اقول له يا اخي هتخلص منهم يقتلهم؟ لا ما تقتلهمش. طب وما تعمل فيهم ايه؟ اولا نقي الوقت المناسب اللي يكون عندك ظروف ملائمه للتلقيح، تمام؟ ومن ثم تقوم مربي ملكات، 5 ملكات عذاره او 7 ملكات عذاره،
وتغير الملكات دي، تمام. انما تقتل الملكات ويكون ما عندكش بديل، لا تمام، انتظر يكون عندك بديل ومن ثم تغير الملكات دي في اقرب توقيت يكون متاح عندك تلقيح داخل المنحل، تمام. ملكة سيئة تسيبها، صدقني انت اللي هتخسر، تمام. طبعا انا حاولت ان انا اتكلم باختصار عشان الفيديو ما يطولش مننا. ان شاء الرحمن الفيديو القادم، اتمنى اللي استمع للفيديو دوت يستمع للفيديو القادم، لاني مرتبط بنفس الموضوع، ولكن هنتكلم فيه على تبديل الملكات او تغيير الملكات واستغلال الوقت للنحال في شهر مايو، الشهر الخامس اللي احنا موجودين فيه، وبداية الشهر السادس ان شاء الرحمن. نسأل الله يا رب يوفق الجميع. لو في اي اقتراحات او اي مواضيع نتمنى تشاركونا بيها، لان احنا بنحاول نعمل نقدر نقول سلسلة متكاملة، تمام. ابتدأنا فيها الحمد لله من الدرس الاول لحد ما وصلنا دلوقتي، ربما يكون ده الدرس السابع، اللهم لك الحمد. ربما يكون صورنا درسين من داخل المنحل، فيديوهات تطبيقية، فبنحاول ان احنا بقدر الامكان نعمل فيديوهات مختصرة بيستفيد منها النحال، ونسأل الله يا رب يكون ذلك، ان النحال يستفيد منها، والله يبارك في الجميع. واتمنى من الاخوان يشاركوا الفيديوهات ديت سواء في بعض مجموعات النحل او ما شابه ذلك، او بعض الاصدقاء اللي ربما يكون كانوا متابعين معانا في القناة الاولى، وطبعا زي ما احنا عارفين ربما يكون في مشاكل في القناة الاولى، ان شاء الله نسأل الله يا رب تعود مرة اخرى. ونتمنى طبعا من الجميع اللي ما اشتركش معانا يشترك في القناة دي، ونتمنى اي اقتراحات او اي مواضيع تهم النحال عاوز يتكلم عليها اكتب لي اقتراح، انا هلبي الاقتراح، تمام. يعني انا الحمد لله في فيديوهين من المنحل تم تصويرهم، سواء التقفيص والافراج عن العذراء او فيديو مكافحة الفروة، كان اقتراحات لاخوات من المتابعين، تمام. فالله ييسر الحال، ومشكورين شكرا جزيلا.